لان انا اتكلمت مع عدد كبير منهم وكلهم الحقيقه كلهم عندهم شيء واحد فقط، هو كيف يتم تعويض، مش ان احنا خسرنا، ان احنا خسرنا ده ان شاء الله ربنا هيكرمنا في اللي جاي وهنكسب، لان هو ده الفرق بالمناسبه اللي انا دايما بقوله ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. الموضوع بالنسبه لنا كاهلاويه ان الفريق، وبالنسبه للاعبين بالمناسبه، ان الفريق ادى بشكل مش كويس. فاللعيبه زعلانه من نفسها، زعلانين وحاسين ان هم عايزين لازم يبقوا افضل من كده خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لحضراتكم، هؤلاء اللاعبون كلهم بدون استثناء، باستثناء اللعيبه الجديده يعني اللي جت علينا في الخمس سبع صفقات اللي حصلوا، يعني كل بقيه اللاعبين موجودين من السنه اللي فاتت. بقيه اللاعبين خدوا الدوري السنه اللي فاتت، اللي هي مش اللي فاتت دي، اللي قبلها، خدوا الكاس، خدوا 2 بطوله افريقيا، التاسعه القاضيه ممكن وال10، خدوا السوبر الافريقي، خدوا ثالث كاس العالم، خدوا كل حاجه السنه اللي فاتت، كل حاجه خدوها السنه اللي فاتت. وبالتالي لا يجب ان تهتز ثقه جمهور النادي الاهلي بهؤلاء اللاعبون. هم عارفين كويس جدا 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 ومقدرين زعل حضراتكم. معلش انا كل شويه هاكرر هذه الكلمه لانها اللعيبه مطلوب مني ان انا اكرر هذه الكلمه للجمهور عشان يعرفوا قد ايه هم متاثرين بالمستوى بتاع امبارح. مش بالخساره، طبعا الخساره ما حدش بيخسر وبيبقى مبسوط، ولكن المستوى، ان الروح القتاليه مش هي روح القتاليه اللي كانت موجوده قبل كده، حتى في ماتشات الدوري الاخيره اللي احنا خسرناه بالمناسبه. وعايز حضرتك تفرق ما بين ان حضرتك خسرت الدوري، خسرت الدوري، ولكن بعد خساره الدوري اصر مجلس اداره النادي الاهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ان يتعمل لحضرتك حفله كلاعب، علشان انت تستحق ان الموسم اللي فات موتت نفسك وتعبت نفسك على الرغم من خسارتك لدوري، ولكن كنت تستحق، عملت بطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، وبذلت مجهود كبير جدا جدا جدا. حضراتكم كلكم الحقيقه، كل اللاعبين يشكروا عليه، وكنا بنحط حضراتكم في اعلى سما لانكم كنتوا تستحقوا هذا الموضوع وتستحقوا التكريم اللي حصل. الحفله خلصت، انتهت، كان يجب ان يكون الاداء افضل من كده امبارح بكل المقاييس. بكل، انا ليه طالع بكلم وبقول هذا الكلام؟ لانه زي ما قلت لحضراتكم، اتكلمت مع جمهور نادي الاهلي كتير جدا جدا، زعلانين جدا ومتضايقين جدا ومتنرفزين جدا وحاسين ان هم خسروا حاجه. بصوا الفرق بقى، بصوا الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر. اي جمهور اخر مش هتفرق معانا ان اطلع تاني او اطلع تالت، المهم اكسب وخلاص. لكن احنا كلاعيبه او كجمهور تحديدا، حتى لو كسبت وادائك مش كويس بيبقى عندك مشكله، بتبقى حاسس ان انت مش مبسوط قوي من جواك. فعشان كده زعلانين جدا ومنتظرين الافضل بدايه من يوم السبت القادم. وانا متاكد، وده انا بقوله بالنيابه عن كل المنظومه في كره القدم في النادي الاهلي، او مش بنيابه عنهم، بنيابه عن نفسي الحقيقه برضو، بمناسبه ان انا اتكلمت مع ناس كتير في هذا الامر. لا، هناك تركيز شديد جدا 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 لما هو قادم، وهناك حاله من مش عارفين ايه اللي حصل، مش عارفين ايه اللي حصل. احنا لما نيجي نتفرج فنيا هنقول في فنيا واحد غلط واثنين غلط وثلاثه غلط واربعه غلط وخمسه غلط. النادي الاهلي، تخيل حضرتك امبارح ان النادي الاهلي بيلعب 120 دقيقه على نادي طلائع الجيش وراح للجون 3 مرات او 4 مرات وما كانتش يعني كورتين ثلاثه اللي كانوا خطر. ومش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. ولكن الموضوع زي ما قلت لحضراتكم لو تفتكروا برضو، انا اسف ان انا كل شويه برجع يوم او يومين، قبل المباراه بيوم وكنت واقف في هذا المكان وقلت لحضراتكم ما تسمعوش كلام بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ان هم عاملين يقولوا لك مبروك ده فريق الجيش فريق سهل ومغير كل الفريق ومغير. قلت لحضراتكم ان مثل هذه المباريات، وضربت لكم مثل باللي حصل في تونس مع الترجي ومع اتحاد المنستير، وفوز اتحاد المنستير على الترجي بركلات الترجيح برضو لو حضراتكم تتذكروا. ليه؟ لانه كان الماتش صعب،
كابتن عبد الحميد بسيوني واحد من افضل المديرين الفنيين الصاعدين اللي بيقدر يلعب على قد عارف فرقته عايز ايه. اقفل على النادي الاهلي، العب على احمد سمير يرقص له ترقصتين يشوط له شوطه. هو كابتن عبد الحميد بسيوني حافظ ازاي يلاعب النادي الاهلي، درس النادي الاهلي بشكل جيد جدا على عكس الحقيقه ما حدث في النادي الاهلي. النادي الاهلي امبارح لا، النادي الاهلي الفريق لم يكن جيد، وهذا انا بقوله امام كل جمهور النادي الاهلي، نادي الفريق لم يكن جيد. كان يجب ان يكون هناك، انا دايما لما تيجي تقول النادي الاهلي لازم تقول روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء من وجهة نظري انا الشخصية ما كانتش موجودة امبارح في هذه المباراة، لانه عايز اكسب في الاول، اول خمس دقائق، اول 10 دقائق، اول ربع ساعة، وبعد كده لا، مش هو ده اللعيبة كلها، عشان ما اقولش واحد يقولوا ان لا، اللعيبة كلها مش هم دول اللاعبين.